يعقد البرلمان العربي بالعاصمة المصرية القاهرة الاجتماع التأسيسي الأول لمجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى المعنية بالعلوم والتكنولوجيا خلال الفترة من 28 وحتى 29 من مارس الجاري، وذلك بحضور سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي وسعادة السيد خالد أبو حسان عضو مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية رئيس المجموعة، وبمشاركة سعادة السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى نائب رئيس المجموعة. للحديث أكثر حول الاجتماع معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة الأستاذة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى. أهلا بك سعادة العضو بنشرة الثالثة. بعد التحية، هل لك أن تطلعينا على تفاصيل أكثر لمجموعة العمل المعنية بالعلوم والتكنولوجيا وما هي أهدافها واختصاصاتها في مجالات العمل التشريعي؟ مساكم الله بالخير وشكرا لكم على هذه الفرصة للتكلم أو الحديث عن مجموعة العمل رفيعة المستوى للعلوم والتكنولوجيا، وهي طبعا مبادرة متميزة تحسب للبرلمان العربي برئاسة سعادة الأخ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي. وهذه المجموعة مجموعة عمل برلمانية تعمل في إطار البرلمان العربي وتتشكل من أعضاء من مجالس وبرلمانات عربية بهدف دعم العلوم والتكنولوجيا في العالم العربي وربط إدماج العلم في مناحي الحياة المختلفة بصفة عامة وأيضا العمل البرلماني بصفة خاصة. وتسعى المجموعة إلى تحقيق نقلة علمية متقدمة وتميز عربي يرسخ مكانة الدول العربية من خلال ريادة العلم والتكنولوجيا والابتكار، وأيضا في إطار من احترام للدساتير والقوانين والثقافة العربية، حيث بات من الضروري وجود منظومة قانونية شاملة تحقق وتعزز التوظيف الآمن والمستدام للعلوم والتكنولوجيا في مختلف مجالات الحياة. ولذلك أيضا تقدمت شخصيا بإضافة هدف ضمن مجموعة الأهداف المتميزة التي تسمو إليها المجموعة، ويعنى بتوظيف العلوم والتكنولوجيا في الجانب المتعلق بتغيير المناخ. كما تهدف أيضا المجموعة إلى تأسيس أول شبكة برلمانية عربية في مجال العلوم والتكنولوجيا لبناء جسور من التعاون والتنسيق وسد الفجوة بين المجال في العلوم والمجال السياسي في الوطن العربي، وأيضا تهدف إلى التنسيق لبناء شراكات مؤسسية وتمكين أعضاء البرلمانات والمجالس العربية والأمانات العامة في مجال العلوم والتكنولوجيا باعتبارها قاطرة التقدم للدول والشعوب العربية. نعم، من القاهرة سعادة الأستاذة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى نائب رئيس مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى المعنية بالعلوم والتكنولوجيا، شكرا جزيلا لك.